بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السعادة قادة الدول والحكومات ورؤساء الحكومات إنني أحييكم بكل محبة واحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبحضوركم أتقدم بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأشكر كذلك الحضور الكرام وأتمنى أن تكون هذه القمة وسيلة للخير للفلسطينيين وللعالم الإسلامي برمته ونحن نبدي من هنا موقفنا بشكل واضح على مستوى العالم الإسلامي حيال القضية الفلسطينية وسنقوم بتعزيز موقفنا من خلال القرارات التي سنتخذها وسنقوم بتنفيذها الآن وقد باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة ورام الله منذ 7 أكتوبر الماضي حيث تم استهداف المستشفيات والمعابد والمدارس والمخيمات وسيارات الإسعاف وبشكل وحشي وبربرية لا مثيل لها في التاريخ ورأينا جثث الأطفال الأبرياء مصطفية في ممرات المستشفيات ورأينا أمهات حاضنات أمهاتهن أولادهن وهن قد فارقتهم هن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلتهم بين الركام والحطام ومنذ ما يزيد عن 36 سنة هي مشاهد قد بدأت وتسجلت في ذاكرتنا وإن إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر التي لا يؤيدها ربما كثير منا وذلك بقتل الأبرياء والأطفال والنساء نحن لا يمكن هنا أن نقبل بذلك بأعمال قوات إسرائيل والمستوطنين أيضا ولا شك أن إخوتنا في الضفة يتأثرون سلبا بما يجري هناك في غزة أيضا وإن حسب تقارير الأمم المتحدة فإن من فقدوا أرواحهم من الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 12 ألف في غزة ورام الله 73% منهم من النساء والأطفال فإن حالة الجلون هذه لا يمكن تفهمها ولا يمكن اعتبارها ذريعة لأي فعل كان وبقاء العالم أمام هذه الوحشية صامتا أمر يخجلنا جميعا وقد تم هدم غزة تقريبا كليا وبينما الدول الغربية لم تناشد حتى بوقف إطلاق النار ولو نظرنا إلى حادث شارل هابتو الذي قتل جراءه عدد قليل من الناس بينما خرج قادة الدول لمسيرة وسط باريس بينما الآن يقتل الآلاف في غزة ولا أحد منهم يحرك ساكنا هذا ليس عجزا فحسب بل هو حالة جبن وفقدان للضمير ولا شك من يسكت عن الظلم هو شريك في ممارسة الظلم على قدر المساواة وكذلك هؤلاء الذين يدافعون عن أمريكا والغرب للأسف كانوا يدعون بحقوق الإنسان قد نسوا ذلك أمام ممارسات إسرائيل ولقد رأينا في التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول نعم بنسبة 121 صوت كيف أن إسرائيل والدول الداعمة بقيت معزولة في واقع الأمر ولكن نرى
نحن أيضا ننتظر من الدول الداعمة لإسرائيل أن تصغي إلى هذه النداءات. إخوتي، إن العالم الإسلامي نرى يبدي موقفا موحدا حيال هذا الحدث الجلل، وما علينا إلا أن نبذل جهودنا. وأنا أهنئ الدول التي بذلت جهودا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك، وبالتعاون مع إخوتنا المصريين قد أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار العريش، ويوم أمس انطلقت سفينة مدنية محملة ب 666 طن من المساعدات الإنسانية، واليوم ستصل ميناء العريش. ونحن كذلك نستمر في مساعينا من أجل معالجة مرضى السرطان والأطفال خاصة. ويوم 15 نوفمبر سيتم عقد اجتماع تحت إشراف زوجتي، حيث يتم دعوة السيدات الأولى لقادة ورؤساء الحكومات من أجل فلسطين. وهدفنا هو أن يتم إيصال المساعدات الإنسانية بدون توقف. الأساس هو وقف إطلاق النار نهائيا وليس مؤقتا. وفرانسيسكا ألبانيكا هي وهي تقول أن القرار بوقف إطلاق النار ل4 سنوات هو قرار ظالم وليس عادل، ونحن موقفنا كذلك. ويجب أن تكون المساعدات الإنسانية مستمرة دون توقف، وبدءا بالمستشفيات، ولا بد من إيصال الوقود أيضا إلى جميع المؤسسات وخاصة المستشفيات. وإن شمال أيضا نجد أن وكالة المساعدات تصف شمال غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية بأنها تشبه جهنم، وإنه لابد من بذل الجهود من أجل فتح البوابات مفتوحة دائما. وكذلك يجب أن نبذل جهودا من أجل محاسبة إسرائيل على جريمته الإنسانية، ولا بد من النظر في ذلك من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وبدء التحقيق اللازم. وما موضوع الأسلحة النووية، وكذلك فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تبحث في هذا الموضوع، ولا بد من البحث عن ذلك في ذلك، ولا بد من الكشف عن الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، وليس ذلك فحسب. ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا الموضوع الحساس الذي يهدد أمن ومستقبل المنطقة. وموضوع آخر هو يتعلق بالتعويض، ولا شك أن العامل الذي يجعل إسرائيل متصرفة بلا مبالاة عدم دفع التعويضات على ما تقوم من ارتكاب جريمة وتسببها في إراقة الدماء وقتل الأرواح أيضا. ولا بد على إسرائيل أن تدفع التعويضات، لأن إسرائيل هي نجدها الولد المدلل غير المحاسب لتصرفاته. ولا يمكن أن نترك فلسطين وإخوتنا الفلسطينيين وحيدين هنا. وكذلك أنا أؤمن بأنه لا بد من إحداث صندوق تحت سقف منظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار غزة. ويجب أن يعلم الجميع نحن سنبذل قصارى جهدنا في تركيا من أجل إحياء وبناء غزة، ونحن نولي أهمية كبيرة ذلك. ولا يمكن أن
نتحدث عن محاولات التطبيع في المنطقة بغض النظر عن القضية الفلسطينية ودون إيجاد حل في القضية الفلسطينية. والمشكلة الأساسية هي كما نعلم أيضا تكمن في حقوق الفلسطينيين وتأسيس دولتهم على حدود 1967 ذات السيادة والوحدة الترابية وعاصمتها الشرق القدسية. ونحن كذلك نعتبر بأن مؤتمر السلام الدولي يعتبر أرضية مهمة، وفي ذلك نحن من أجل حماية السلام لابد من بذل جهود، ونحن مستعدون لبذل جهود لازمة بما في ذلك مقترح الدولة الضامنة أيضا لفلسطين. وكذلك نعلم بأن هذا الأمر سيوفر الأمن والرفاهية لفلسطينيين كذلك وشعوب المنطقة برمتها بما فيها الشعب الإسرائيلي. إخوتي الأعزاء، يجب أن نكون على حذر في حماية القدس الشريف، لأن إسرائيل تحاول فرض الأمر الواقع على الحرم الشريف لتنفيذ خطتها. فإن كثير من الدول بما فيها تركيا وغيرها في المنطقة نعلم بأنها تسمع، ونجد بأنها منتشرة المقولة المزعومة أيضا الأرض الموعودة. ونحن نقول أن القدس دائما خط أحمر بالنسبة إلينا، ونحن نتمنى بأن تصل القدس والفلسطين إلى أيام السلام والهناء السابقة في الماضي. ونحن نتمنى كذلك أن يكون ذلك، وأدعو الله أن يكون عوننا جميعا. وفي هذه الكلمات أنهي خطابي وأترحم لإخوتنا الشهداء في فلسطين، وأسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، وأتمنى أن تكون هذه القمة الاستثنائية وسيلة للخير للعالم الإسلامي برمته، وأشكركم جزيل الشكر. أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس جوكو رئيس جمهورية إندونيسيا لإلقاء كلمته، فليتفضل.